مبادرات كتير انطلقت كلها هدفها المساعدة وإعادة الحياة لبيروت وتنظيفها من كل آثار الانفجار الكبير اللي حصل فيها. منستقبل معنا عبر سكايب القسيس كيفورك جبريان ليخبرنا عن المبادرة اللي عم بيقوموا فيها بكنيسة ينبوع الحياة. مرحبا قسيس، وحمد لله على السلامة. مرحبا، كيفك انت؟ الحمد لله. قسيس، خبرنا شو عم تعملوا انتو اليوم بالكنيسة؟ حاليا بعد هالانفجار وهالأزمة، نحن قررنا بالكنيسة انه نعبر محبة يسوع للناس، الناس اللي بحاجة لمساعدة تشجيع، لأن الناس موجودين بوضع يأس. نعم، فنظمنا بالكنيسة فريق تقريبا حوالي 30 شخص، وفرقناهم لأربعة فرقة معينة. الفرقة الأولى بتساعد لتوزيع الطعام، الفرقة الثانية خاص تتصلي للناس اللي بيجوا على المكان اللي نحن منوقف، ونفس الوقت بيزوروا البيوت المنطقة هونيك وبيصلوا مع الناس. الفريق الثالث بيزوروا نفس الوقت بيساعدوا للتنظيف، وفي بيناتهم أشخاص هن معلمين، يعني ممكن يساعدوهم إن كان بوضع ألمنيوم أو الخشب. تظبيط البيت. الفريق نعم، الرابع نعم قدر الإمكان، ونفس الوقت هالأشخاص ما بيقدروا يعملوا كل شيء، ولكن يعني منوصلهم لمكان ومنعرفهم على أشخاص ممكن يساعدوهم. نعم، وكمان في عنا فرقة الرابعة اللي بيشتغل بتوزيع الحصص، يعني الناس الموجودين بالمناطق، خاصة بالمناطق وبحاجة لحصص حسب الوضع، يعني هن حصص موجودين غذائية. فيه نعم، كمان من حاجة. نعم، قد ايه صار لكم اسيس مبلشين بهالمبادرة؟ يعني دغري بعد الانفجار بلشتوا ولا اي متى؟ نحن تاني يوم من بعد الانفجار بلشنا، لبين ما نحضر حالنا، ودغري بلشنا بهالمبادرة. بالبداية بلشنا توزيع السندويشات والطعام للأشخاص الموجودين هونيك نعم، واللي عم يشتغلوا بالمنطقة، كمان مش بس للعيال الموجودة، كمان الأشخاص الموجودين وعم يشتغلوا بالتنظيفات وبهالأشياء. وبعدين بلشنا بموضوع الصلاة وزيارات البيوت وتحضير حتى نقدر نكمل معهم، وهلأ بكرة نازلين كمان مع كل هالفرقة حتى نكمل معهم، خاصة لزيارات البيوت وتوزيع الحصص نعم. ونعرفهم على ناس شو وضع بيوتهم. يعني بجولتكم مع العالم اللي تضررت اليوم من الانفجار، شو عم تلمسوا من هالناس؟ نحن أولاً بنلتقي بوجعهم، بنحس بوجعهم، كتير متضايقين، في كتار منهم يأسانين، ونحن بنلاقي هيدي فرصة كتير منيحة إنه نحن نقدر بالإيمان نشجع هالناس، وبهالعمل اللي عم نعمله ككنيسة نقدر نعبر محبة يسوع اللي موجود بقلوبنا. لهيك أنا بسمي فرصة، لأن الناس حقيقة منلاحظ إنه هن موجودين بوضع يأس، نعم، صحيح. ما لهم جلاد يكملوا، ما عندهم الثقة أو الأمل إنه هن رح يقدروا ينجحوا، يتخطوا ولكن هالمرحلة، مساعدتنا صح. لهم بيخطوا المرحلة، وهذه بيشجعهم أكيد من كل يعني مع كل الأشياء اللي بنعملها. نعم، أسيس، أنتم اليوم لشو بحاجة بالكنيسة لتقدروا تكملوا بهيدي المبادرة كمساعدات؟ يعني شو بتناشد العالم اليوم اللي عم تسمعنا واللي قادرة تساعد إنه تساعدكم؟ لشو أنتم بحاجة؟ يعني نحن بنعرف وكل الناس تقريبا بيعرفوا إنه بحاجة لناس حقيقة يكونوا حسب الكلام عم يوصلوا، إن كان بالماديات وإن كان بالمساعدات الماتيريال، لأن الناس بحاجة يرجعوا لبيوتهم، الناس بحاجة يرجعوا يستقروا ببيوتهم وبحياتهم. وكمان نفس الوقت الناس بحاجة للتشجيع، أنا بلاقي إنه الصلاة مفيدة، وكمان بحاجة يمكن لأشخاص مختصين يساعدوا الناس يطلعوا من هالتروما اللي هن موجودين فيه. صحيح. يعني هالشغلتين أنا بلاقي إنه كتير ناس بحاجة لها. نعم، أسيس، مثل ما كنا عم نحكي هلأ، اللبناني عم بيمرق بكتير لحظات يأس وتعب، وعم بقول خلص ماني قادر كمل، ماني قادر ارجع ابني وعمر من جديد. العالم يأساني مثل ما كنت عم بتقلي، كيف انت اليوم بتشجعهم أسيس؟ شو بتقلن؟ يعني كل شخص، كل خدمة عندها
طريقتها أو تقديمتها لهالناس. نحن من ناحيتنا عملنا اللي عم نعبر محبة يسوع لإلهم. أنا بظن هيدي أولا نوعا ما نوع من تشجيع لإلهم، إنه نحن عم نعكس صورة حقيقية إنه نحن مش يأسانين نعم وعم نتدخل بحياتهم اليومية، عم نساعدهم بالأشياء اللي هن تضرروا، حتى نفرجيهم إنه نحن حابين نرجع نبني البلد، حابين نرجع نعيش الحياة الطبيعية وأحسن من أول كمان. أنا بظن هيدا نوعا ما تشجيع، والمساعدات اللي عم نقدم شو بتقول نحن لهم أسيس؟ مش لأن توجه عنا للناس، شيء. يعني في ناس اليوم قاعدة ببيوتها، عم قاعدة على الطريق، مش قاعدة ببيوتها لأن بطل عندها بيوت، حاسة بيأس ما عم تقدر تتخطيه، كيف أنت بتشجعهم؟ شو بتقول له؟ للمؤمنين كمان يعني نفس الشيء تقريبا، رح نقول لهم يا ريت المؤمنين كمان يركعوا قدام الرب وبيصلوا للرب، وما مش بس بيسمعوا الصوت السلبية اللي جاي من حواليهم من الظروف، بل يجربوا يتسمعوا شو الرب عم بيقول لهم، لأن أكيد 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 الرب اللي موجود وهو دائما نفسه، يعني مثل ما كان بالبداية وهلأ هو وبالمستقبل رح يكون نفسه، رح يقول لهم شيء ثاني، رح يقول لهم وقفوا على اجريكم، انا معكم، رح اقويكم حتى انتم تنجحوا وتعملوا اللازم. نعم، شكرا لك أسيس، ويعطيكم ألف عافية. ميرسي شكرا لكم لك. كمان، ربي يبارككم.